قلبها مجروح حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح كل اللي جاي جاي بوجع ياخد مكانه فرحها ويروح ومن النهارده يا روح ما في بعدك روح حبت ظروف اتجمعت على شكل واحده قلبها مجروح حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح فرحها وروح ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح ويا عيني على لف السنين اتقدمين واتعلمين عداني شر الحليم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس وكفايه انه تعاش وقت ما نسيبناش اسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس بس اللي لازم يتعرف كتر الالم بيموت الاحساس مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس وكفايه انه اتعاش وقت ما نسيبناش ويا عيني على لف السنين اتهدمين وتعلمين عداني شر الحليم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني أعتقد اللي بيحصل في الشارع من الصبح ده أثبت لسعادتك صحة كلامي. هو من إمتى الشارع ما كانش مقلوب وصوته عالي؟ من ساعة ما وصلت للرئاسة حصلت حالة هدوء لأول مرة من سنين. هو يا طلعة اللي إحنا عملناه غلط؟ مجرم وقدمناه للعدالة، إيه الغلط في ده؟ وده الإعلام اللي المفروض يشتغل عليه الفترة اللي جاية وفي عمل الناس ولغاية ما ده يحصل لازم الأمن يقوم بدوره ولازم أجهزة الدولة كل أجهزة الدولة تساعده في ده بقى ما يهاجموش هاشم بيهاجموني انا هما دول العيال بتوع خالد ضل مش عارف بس بيتهيألي مش بتوع خالد ضل لوحدهم انا من السبق قبل كده قلت لك تشوف لي الموضوع ده
انت مش عارف تسلك فيه ولا ايه؟ عملت ايه يا سامح؟ رحت له كلمته؟ رحت له بس ما عرفتش اتكلم معاه، منعيني عنه زياره لحد ما تعرض على النيابه الصبح. انا هموت من القلق، هموت من القلق. انت ما شفتش المنظر وهم داخلين علينا ازاي؟ ساحبينه بهدوم البيت ازاي؟ حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب احنا هنعمل ايه؟ هنسكت؟ نسكت؟ ده انا هقلبها فوق دماغهم، خصوصا الناس كلها نزلت الشارع دلوقتي. معظم الناس اللي نزلوا دول مش تبعنا، يعني احنا لازم نستغل الموقف ده كويس قوي. طب هنعمل ايه؟ هنخلي قضيه البلد دي كلها هي قضيه فريد حسان. ازاي؟ جزء كبير قوي هبقى معتمد عليه فيك انت. معتمد عليا انا؟ طب ازاي؟ قول لي. انا اقول لك. روح! ايه اللي انت عملته ده؟ وده هتجيب فلوس كتير، ده هيطير في هرقان. وانت بقى بسم الله ما شاء الله، عودك نشف وايدك استقوت وبقيت تعرف تطير رقاب. السوق ده ساعه رجاله بقى لها ايام وشهور، وكل الكلام اللي حواليك دول اخدوا حلاوتهم مني. حلاوه زفره طرشوها واستحرموا يبلعوها، عشان كده بلغوني. بعد ايه؟ بعد جرامهم ما اتملت من خيري. خيرك؟ اسمع يا جمال، الايد اللي تتمد على البراشيم وتجارتها بحذرها مره وبسامح مره، اعجبها واستمرت بقطعها من منبتها. اللي بيحصل ده اسمه تصفية حسابات. السيد هاشم الرئيس قرر يتخلص من كل معارضيه، وطبعا هيبدأ بمين؟ الدكتور فريد حسان. وكأن الثورة ما قامتش، ولا الشعب قام، ولا أي حاجة حصلت أصلاً. بس أنا أحب أطمن كل اللي بيحبوا دكتور فريد، وكل المتعاونين معاه، إن إحنا مش هنسكت، ومش هنسيب حقنا. بس الشعب ده اللي نزل بالملايين عشان ينتخب دكتور فريد، أكيد مش هيسيبه يقع في رجلين. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الفساد في البر وفي البحر، ومن فسادهم وجبروتهم بيقبضوا على كل اللي بيقول لا. احنا لغايه النهارده ما نعرفش الدكتور فريد اتقبض عليه ليه؟ وبتهمه ايه؟ اكيد بتهمه انه بيقاوم الفساد وبيمنع رجوع دوله المماليك تاني، وكان الثوره دي ما حصلتش اصلا، ودم الناس دي كلها راح حضر. وللاسف على ايد راجل كان شعاره في حملته الانتخابيه ومرشح الثوره. مفيش فايده، الوساخه بتجري في دمه. عايزك تحضر لي اجتماع مع الوزراء بتوع المجموعه الاقتصاديه. امتى يا فندم؟ ممكن بعد ساعتين، عايز كمان الدكتور يحيى درويش يكون موجود. دكتور يحيى بتاع وزاره العدل؟ بتاع وزاره العدل. يلا. اللي بيحصل في الشارع ده يا ست اللواء؟ ده كان متوقع، خصوصا ان في تسخين. الوالده مزوداها شويه. أنا كنت متخيلة إن ستك هتعرف تقنعه بإنه يتراجع عن القرار ده زي ما أقنعتني قبل كده. فعلياً أنا حاولت معاه كتير، بس للأسف الريس في الفترة الحالية صعب جداً التعامل معاه، لأنه شاف الموت بعينيه، واللي بيمر باللحظة دي بيرجع حاجة من اتنين، يا بيزهد في الدنيا وفي كل حاجة، يا بتتفجر عنده طاقة عنده وغضب. وستك بقى ناوي على ايه؟ أولاً نكشف حقيقة فريد حسان وعلاقته بمحاولة الاغتيال، بس الأول نحدد إذا كان في أطراف تانية ولا لا. تفتكر الناس هتصدقنا؟
هيصدق. هنفضل نطلع على طلقتك البهية دي طول الليل يا ثنية؟ ما تنطقي. وحياة كتاب الله المجيد أنا ما كنت هقول على أي حاجة ولا أحكي أي كلمة، بس بعد اللي حصل امبارح من المعلم جمال قلت لازم أقول لك، وبعدين أكيد برضو قلت إن سيدي الناس ملوش يد في الحكاية دي خالص. ماليش يد في إيه يا بت؟ ما تنطقي في إيه؟ هتفضلي تقولي في عوزير كده طول الليل؟ اتكلمي. ميرفت بنتي ميرفت. لا بالله اهدي يا سمية اهدي. مالها البت؟ خدوها مني، خدوها من حضني، ابوها باعها للمعلم جمال وجوزها وهيسفرها بره. باع ايه وجوز ايه؟ دي بنتك ما كملتش 10 سنين. ما تنطقي يا بت، تقولي ايه الموضوع؟ ديك النهار المعلم جمال اجا ومع واحده اسمها الحاجه امان وقعدوا يتفرجوا على البنات، وبعدين نقوا منهم البت ميرفت وادوا فلوس لابوها وخدوها هيجوزوها على بره. بعتي بنتك يا سنية؟ وانا بس اللي بعتها؟ دخلوا بيوت كتير وخدوا بنات كتير. خسر. وفي منطقتي يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب يا رمم. ده بس يا سراجة. اهدى يا كارولين، ده الموضوع لازم يوصل للرئاسة. بعت بنتك يا بنت الكلب. حبيبتي يا بنتي. يا ده انا يا بنتي. وزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجتمعين مع سعادته بقالهم ساعة ونص. كمان الدكتور يحيى درويش وكمال بيه وصلوا من نص ساعة. هو ده اللي كنت خايفة منه. تفضلوا دلوقتي. بعد إذن سعادتك. طيب أنا مطلوب مني أي حاجة تانية؟ عايزك تحضر مع رجالتك في ماسبيرو للخطاب من دلوقتي، مش عاوز برموقات، مجرد تنويه على شريط الأخبار وبس. تحب سيادتك معادنا يكون إمتى؟ بكرة إن شاء الله بعد 12 9. تمام سيادة، بس أنا متهيألي قبل ما نبدأ نصيغ الشكل القانوني المناسب للموضوع لازم برضو نحط في الحسبان كلام الدكتور يحيى. وأنا أحب أبلغ سيادتك بالي خوفي وقلقي من الخطوات الأخيرة دي، لأن احنا بالشكل ده هنستعدي شرائح عريضة ومش قليلة من الشعب الضر. دكتور يحيى، اللي احنا بنعمله ده لصالح البلد ولا لا؟ أيوة يا فندم، بس سيادتك مش هتكون محتاجني في معركة زي دي. أنت هتحتاج قبضة حديدية عشان تقدر تسيطر على الشارع اللي هو أساساً مولع دلوقتي. أنا هاخد إجابتك الأولانية. أيوة طبعاً، يعني إحنا اللي بنعمله ده لصالح البلد. ما دام في صالح البلد يبقى نتوكل على الله، هو سند. يا ساتر. ايه ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ بلغني اللي سابك وجيت ابارك. فين الهانم؟ مفيش هانم. بقول لك دخلت هنا ازاي؟ حيلك حيلك، بلاش الدخله الرخيصه دي. ولا هو كله بقى في الرخص؟ يا بتوع الدين اللي تعرفوا ربنا. احترم نفسك يا رجب. زمان كنت بتقول لي يا عمي. ده زمان وانا عيل صغير. خساره. حتى الربايه بعتها. حاجه بتجري في البنات يا ام البنات، بتوردي بناتي يا حاج امال؟ انا بتاجر في البنات وورد بنات؟ ام بناتك نخاسه؟ البنات اللي انت بتتكلم عنهم دول احنا انتشلناهم من الفقر والجوع والضياع، لان اهاليهم مش قادرين ياكلوهم، وبدل البنت ما تروح تشتغل شغلانه غير شريفه وتاكل من الحرام، لان اهاليهم مش عارفين ياكلوهم، احنا خدناهم نظفناهم وروقناهم وسطرناهم وجوزناهم، يعني ما عملناش حاجه غلط. ناهيك بقى عن ايه؟
عن انهم هيتعلموا الدين الصحيح. شوف بقى يا اخ رجب، ولادهم هيكونوا عاملين ازاي مقارنه باولاد واحده تانيه عايشه في البيئه دي. يعني احنا ما عملناش فيهم حاجه وحشه، احنا عملنا فيهم ثواب، جوزناهم جوازات ما يحلموش بيها ابدا. ما يحلموش بيها، هما دول لحقوا يحلموا. دي اكبر واحده فيهم ما عندهاش 15 سنه، حرام عليكم. ويا ترى بقى فريد بيه الكبير بتاعك على علم بالكلام ده، ولا انت شغاله من تحت لتحت؟ على علم طبعا. الدكتور فريد ده كبرنا وملم بكل الامور. حلو. الفلوس اللي دفعتوها ايه؟ والاربع بنات يرجعوا الليله. البنات دول خلاص اتكتب كتابهم، يعني بقوا على ذمه رجاله. زي ما اتكتب كتابهم يتطلقوا ويرجعوا. ولا واحده فيهم رجعت فيها خدش. واللي خلق الخلق يا امل يعدل كل القصر ده على اللي فيه. تسلم. ولا ما تستاهلوهاش والله. الراجل ده غبي. قال بعد البنات ما يعرف انهم اتكتب كتابهم عايز يطلقهم. انا مش فاهمه والله، هو انا اللي جوزتهم عشان اطلقهم؟ ايه القرف ده؟ من ورايا يا حاجه؟ من ورايا؟ اخبار الناس بتوعك ايه يا فؤاد؟ الناس مين يا فندم؟ انا خلاص بقيت جزء من النظام، جزء من الحكومه. جزء يا فؤاد؟ انت كل، انت رئيس الوزراء. انا لما اخترتك رئيس للوزراء كان علشان تقلل لي تواجد الاسلاميين اللي في الشارع اللي يتبعوك، مش عشان تنزل كل الاعداد دي ورا فريد حسان. اولا سيادتك انا موجود هنا نتيجه لكفاءتي مش لاي انتماءات، وده اللي اثبته خلال شغلي السنه اللي فاتت. ثانيا انا نفوذي في الشارع خلاص قل كتير بصراحه نتيجه انتمائي للحكومه وانتمائي للنظام. في ثلاث اقسام للشرطه تم اقتحامهم يا فؤاد، وناس لسه في الشارع ويا عالم ايه اللي ممكن يحصل تاني يا فندم؟ اسمح لي، يعني قرار القبض على دكتور فريد تم من غير التمهيد الكافي. يعني ايه تم من غير التمهيد الكافي؟ كنت عامل له ايه يعني؟ شرشح له في البرلمان زي غيري ما كان بيعمل ولا عامل ايه بالظبط؟ في حالة تراخي امني يا سيادة رئيس الوزراء. هدي نفسك سيادتك بس عشان صحتك. مالكش دعوة بصحتي، مالكش دعوة بصحتي. اللي تشوف سعادتك. حالة التراخي الأمني دي لازم تنتهي دلوقتي حالا. عشان كده أنا قررت يا قالت وزير الداخلية. للدرجة دي سيادتك؟ في رصاصة ضربت الرئيس الجمهورية وكان ممكن يموت فيها، ولا أنت مش واخد بالك؟ مش واخد بالك يا فؤاد؟ عشان كده اتفضل روح على مكتبك، خاطب المجلس الأعلى للشرطة، خليهم يحددوا ثلاثة أسامي عشان أنا أختار منهم واحد وزير للداخلية. مفهوم؟ سلمني على هنا. ويا ترى بقى فريد بيه الكبير بتاعك على علم بالكلام ده، ولا انت شغاله من تحت لتحت؟ على علم طبعا. الدكتور فريد ده كبرنا وملم بكل الامور.
أنا كنت لازم أقابلك من ورا هاشم، ما كانش عندي حل تاني. إحنا هنعمل إيه؟ هنسيبه يوقع نفسه ويوقعنا كلنا معاه؟ أيوة بس هنعمل إيه يعني إسكن؟ حضرتك مش عارفة تعملي معاه حاجة ولا عارفة تقنعيه. أنت رئيس الوزراء، لازم تقول لسيادته إن أنت مش راضي عن القرارات اللي هو خدها دي، وإن الناس كلها هتقوم ضده. لازم تقول له إن الحكومة ممكن تقدم استقالتها. تقدم استقالتها إزاي يعني؟ أمال إيه؟ هتسيبه يضحي بيكم؟ يرمي الحكومة كلها عظمة للناس؟ أو على الأقل يعني يا أخي هددوا بالكلمتين دول؟ آه فعلا لازم أقول له إحنا هنقدم استقالتنا. أنت بتحددني يا فؤاد؟ هدي ساعتك. العفو يا فندم، أنا بذكر ساعتك بس لعل الذكرى تنفع المؤمنين. أنا رأيي ده عشان الصالح العام. إيه عشان؟ يعني أنتوا عايزين طولكوا عشان تكلموني في الصالح العام؟ خلاص بقيتوا خبرة في الاقتصاد. مش مسألة اقتصاد ساعتك. إحنا اليمين الشارع. نعرف اللي يصالحه واللي يضره. وأنا بصراحة خايف غضب الناس المرة دي، ما نعرفش نسيطر عليه. بلاش تكلمني عن الشارع كأنه ولد مراهق. كلمة توديه وكلمة تجيبه. دي أمة. عارف يعني إيه أمة؟ زي ما في ناس مش عاجبها حاجة ومش هيعجبها حاجة، في ناس أكتر بكتير خايفة على الصلاح العام، وهي دي اللي انتخبت هاشم الرئيس. عشان كده هاشم الرئيس هيقف جنب الناس دي. وبالفعل يا فندم سعادتك وقفت جنب ناس كتير جدا. بس الطباعة كويسة. ايه؟ مأخراكي عن لقاء تلفزيوني مهم؟ ولا عندك مداخلة تليفون مع شيخ من الشيوخ بتوعكم؟ لا ما انا مش هسيبك. انا هفضل وراكي لحد ما ترجعي لي جوزي. انت فاكره ان الكلمتين دول هيخوفوني يعني مثلا؟ حتى لو خفت جوزك هيرجع ليه؟ هي البلد دي ما فيهاش قانون؟ انتوا ليه بتاخدوا كل المسائل كده بشكل شخصي؟ والله انت اللي واخده المسائل بشكل شخصي. قبضتي على جوزي وسجنتيه افتراء كده واقتدار، ليه مش فاهم؟ وبعدين جايباني ليه النهارده؟ هتقبضي عليا انا كمان؟ أنا جايباك النهاردة يا ماما عشان خايفة عليكي. ده السكة دي سكتك ولا التوب ده توبك؟ ويا ترى بقى فريد بيه الكبير بتاعكوا على علم بالكلام ده ولا أنت شغالة من تحت لتحت؟ على علم طبعاً.
بتسجليني يا مريم؟ الصراحة لا، جوزك الأولاني هو اللي بيسجلك. حبايبك كتير يا حاجة. والمطلوب إيه بقى؟ ترجعي أمي اللي أنا عارفاها، اللي طول عمرها لا بتفهم في السياسة ولا بتقف قدام كاميرات، اللي جت ورا بنتها مصر هنا عشان ترجعها على السكة اللي هي ماشية فيها، ومشت هي في نفس السكة. ما تحطنيش في موقف محرج، ما تخلينيش استخدم التسجيل ده ضدك. انت مهما كان برضو أمي، مش هرضلك الإهانة. إهانة؟ طب لو إحنا طبعنا 500 مليون نسخة من التسجيل ده ووزعناها على الدنيا كلها، الإهانة هتطول مين؟ هتطول مرات الريس ولا أم مرات الريس؟ الإهانة هتبقى لمين؟ ماما، لو عاوزة تحافظي على سمعتك اللي انت عملتيها وعلى سمعة جوزك اللي لسه في ناس مصدقاه وليه طيار كبير قوي ديني على الأرض، لازم تعرفي ان الخمسمية نسخة دي هما كمان هيسمعوا. تفتكر هيعملوا فيكي انتي وهو ايه؟ انا شايفة ان انا وانتي نهدي الامور شوية، نتفاهم. قلت ايه يا حاجة؟ قلت افكر يا بنوتي يا حلو. انا سمعت ان انت النهارده الصبح نزلت جريت، ما قلتليش ليه؟ كنت نزلت جريت معاك، بقالنا كتير قوي ما بنعملش ده سوا. يعني انت فاضيه اليومين دول؟ انا شايفك مشغوله طول الوقت، ما حبيتش اعطلك. وانت كمان ما شاء الله صحتك بقت هايله، بقيت بتتحرك كتير قوي. حاول اصلح حاجات كتيره باظت، امور اتغيرت. بتحاول تصلح ولا بتحاول تنتقم وتصفي حسابات؟ رئيس الجمهوريه ما بينتقمش ولا بيصفي حسابات. انا كل اللي يهمني مصلحه البلد، البلد اللي انا غبت عنها فتره، وربنا رجعنا عشان نعدلها. ويا ترى بقى قالوا لك في التقارير اللي انت بتشوفها وتقراها كل يوم ان البلد بره ولع نار، وان انت عايز تزودها وعايز تعادي كل؟ على فكره يا هاشم، انا مش موافقه خالص على اللي انت بتعمله، ونص الحكومه مش موافقه، والبرلمان كمان، وبتهيألي في ناس كتيره قوي تقيله في البلد برضه مش هتوافق. انت مش موافقه ليه؟ عشان ليكي مصالح مع الناس دي كلها. يا ريت يا هاشم تفكر في الكلام اللي قلته لك كويس. انا مش هسيبك تخسرنا كل حاجه، وبلاش تخسر واحده زيي، وجودها في صفك بيفرق كتير قوي. جان، امال احنا دفننا مين؟ الموضوع ده طويل قوي. المهم يا بهجت، جيهانا عندها حاجات مهمة جدا تخصني وأنا عاوزاها، بس للأسف هي ناسية كل حاجة. عايزاك تساعدني عشان أوصل للحاجات ديت. بهجت فوق من اللي أنت فيه، أنا مش ناقصاك. أنا هكلم اللواء طلعت وهفهمك بالظبط تعمل إيه. الحاجة دي لازم ترجع لي بأي شكل. اتفضل. يا ريت يا هاشم تفكر في الكلام اللي قلته لك كويس. انا مش هسيبك تخسرنا كل حاجه، وبلاش تخسر واحده زيي، وجودها في صفك بيفرق كتير قوي.
لازم نخلص من رجب. دماغ رجب دي ما تنفعش الايام اللي جايه. الايام دي عايزه دماغ جديده وقلوب ميته. اللي مش هيعمل فيها فلوس هيندم طول عمره. ايها الاخوه المواطنون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اردت اليوم ان ابتعد عن الرسميات وان اتحدث اليكم من القلب مباشره كما عادتموني. خضنا سويا أزمة تلو الأخرى، وبعون الله وبعونكم ها نحن صامتون. حاول الكثيرون أن يفرضوا رأيهم، سواء لمصلحة شخصية أو حبا لهذا الوطن، ولكن أمام مصلحة هذه البلاد فقد قررت أن أعتمد على الله وعليكم فيما ارتأيته من قرارات لمصلحتي هذه البلد وإنقاذي ما يمكن إنقاذه. وبعد بحث ومشاورة دامت طويلا فقد قررت الآتي: أولاً، إعادة النظر في منظومة الدعم وتحرير سعر الطاقة للصناعات الثقيلة والخاصة والأجهزة الترفيهية. ثانياً، ضم الصناديق الخاصة لوزارة المالية. ثالثاً، التطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور دون استثناء أحد، ويحدد القانون الحد الأقصى تبعاً لكل مؤسسة على حدة. سادساً، تطبيق إجراءات التقشف الكامل بداية من القطاع العام. ولما واجهني من تعنت شديد من قبل الحكومة ورفضاً لتنفيذ هذه القرارات فقد قررت الآتي: إقالة الحكومة كاملة مع الإبقاء على بعض الوزراء لإدارة وتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن. الله الموفق والمستعان. قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب وجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهارده ملقتش بينهم اي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهارده يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين اتكلم.
في ماضي لازم يتنسي ويتداري.